اهلا وسهلا بحضراتكم. بتواصل وزاره القوى العامله تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمليات حصر وتسجيل العماله غير المنتظمه على مستوى الجمهوريه عشان تضمهم لمظله الرعايه الاجتماعيه والصحيه، وبتهدف الوزاره لضم حوالي 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، بعد ما بلغ العدد اللي تم تسجيله بشكل فعلي لحد النهارده 350 ألف عامل غير منتظم. بيتيح صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة مجموعة من الامتيازات، من بينها قدرة أي عامل غير منتظم في أي قطاع أو مجال بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، وكمان تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة. ومن المقرر كمان أنه يصرف صندوق إعانة بقيمة 1000 جنيه كإعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من تأسيسه. وزارة العمل أجرت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومن بين أهدافها مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة وكمان العجز والوفاة وإصابة العمل. وتم البدء بالفعل في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 15,000 عامل غير منتظم. تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وكمان إثباتها في بطاقات الرقم القومي. هتقدم الوزارة آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، ده بالإضافة إلى العمل على تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها عمال المقاولات والعمال الزراعية الموسمية وعمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة وعمال العمال المناجم والمحاجر وعمال المخابز وكمان مكاتب تشغيل عمال المخابز. بتقدم منظومة وزارة العمل عدد من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها أنه في حالة وفاة العامل يصرف لورثته حوالي مبلغ قدره 10,000 جنيه، وفي حالة العجز الكلي بيصرف للعامل مبلغ 10,000 جنيه، وفي حالة العجز الجزئي بيصرف للعامل 5,000 جنيه، وفي حالة إجراء عملية جراحية كبيرة بيصرف للعامل مبلغ قدره 5,000 جنيه، وفي حالة إجراء عملية جراحية صغيرة بيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2,000 جنيه، وده وفقا لضوابط معينة. أما في حالة الوفاة لا قدر الله لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى بيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2,000 جنيه. بتشمل الخدمات كمان المقدمة للعمالة غير المنتظمة في حالة الزواج، بيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3,000 جنيه لمرة واحدة فقط، وفي حالة المولود الأول والثاني بيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2,000 جنيه، وفي حالة التوأم بيصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3,000 جنيه، ده بالإضافة لمنح الأعياد اللي هي عيد الأضحى وعيد الفطر وكمان عيد العمال والمولد النبوي. كمان بيصرف للعامل مبلغ 500 جنيه مصاريف خاصة بالخدمات العامة لمواجهة أي أزمات طارئة، ده بالإضافة إلى صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات وكمان الصيدليات أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية أو التعاقد معاها عشان تقدم خدماتها لتلك الفئات بشكل مجاني. كمان استخرجت وزارة القوى العاملة ما يقرب من 100,000 بوليس التأمين على العمالة غير المنتظمة، وتم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة من بداية عام 2022 عشان يتم صرف مبلغ تعويضي قدره 200,000 جنيه في حالة الوفاة بحادث أو العجز الكلي. دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بدعم الدولة للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.